اليوم نقدم هدية بسيطة للسفير السياحة والزراعة أستاذنا الفاضل أستاذ حيدر، فهي هدية بسيطة عبارة عن مقص وهذا المقص أيضا. أشكرك لأن أنت حديثتك عامرة وهذا اللي يكمل عملك إن شاء الله، والله يحفظكم ودوم فخر المحافظة بابل والعراقيين أجمع يا أستاذنا الفاضل. الله يحفظك، الله يحفظك أخوي العزيز أستاذ محمد حران الناشط الزراعي والناشط البيئي المعروف الغني عن التعريف. احنا في محافظة بابل والعراق دائما احنا نتابع الفيديوهات التوعوية والنشاطات والمشاركات بحملات التهجير وكل الحملات، جزاكم الله خيرا. الله يحفظك، وهاي هديتك ان شاء الله شرف لنا انت الاصل. ان شاء الله كل الناس تكون طيبة، الناس الطيبة امثال الاستاذ ابو عبد الرحمن، ويا ريت طبتنا طبة خير على البيت الكريم واصلا الناس الطيبة والكريمة ان شاء الله. الله يحفظ الجميع ان شاء الله. سادس الله يحفظ الطبيب السادس. طبعا اخوان الاعزاء استاذ محمد حران ما جاب لنا بس المقص، هذا المقص جاب لنا هذا المقص الثاني وكملهم بحلويات لبنان. هاي الحلويات الزينه، مشكور استاذ محمد حران وربو يحفظكم. اخوان الاعزاء الناشط البيئي استاذ محمد حران اليوم زارنا للمنزل. استاذ محمد اهلا وسهلا بك، نشرف بك. احنا لنا الشرف نزور سفير السياحه والزراعه استاذ ابو عبد الرحمن. الله يسلمك، ما شاء الله، الله يعمر البيت، عباره عن مشتل لطيف صغير، هاو كل هال الله يسلمك استاذ الاشجار المثمره المعمره الجميله اللي تعطي شعور بالحياة وبالأمل. نتشرف بكم أستاذ محمد. أنت الأمل أستاذ محمد. العراق أرض خير. نعم أستاذ. كثير من النباتات هسه إن شاء الله راح أشوفك النباتات طبعا. اللي تنزرع عندنا طبعا. كثير من الناس يعني يخرب واسه من الزراعة، يزرع جزء أول سنة، يزرع كذا، يزرع نبات ما ملائم ما يعرف لو يموت، وبعدين حتى الحديقة مالته قسم مثل بها 20 متر 30 متر مكان يعني ممكن للزراعه، بعدين يتحول الى شتايجر ويحوله ويصبه ويتخلص من الزراعه. شو تقول للناس اللي يعني اللي جربت الزراعه وفشلت وما استمرت على هذا؟ والله يا استاذ انا هم عندي حديقتين صغار. نعم. 5 في 4 و5 في 4 الحديقتين عباره. نعم. عن 5 في 4 الحديقه الاولى و5 في 4 ونص الحديقه الثانيه. نعم. بس زارعها هالاشجار البسيطه عباره عن جهنميات، عن ورد جوري، عن يعني عن رازقي، فشيء حلو، فشيء له يبعث الحياه، يبعث الامل، يعطيك طاقه ايجابيه استاذ. احسنت. يعني احنا ليش هالصب وهالشتايجر وهذا اللي يعطيك طاقه سلبيه؟ احسنت. استاذ تسمع صوت البلابل والعصافير ما شاء الله، وهل هالبلابل يعني بدون ما تخلي قفص، نظام بيئي حلو، تزرع شجره. نعم نعم استاذ محمد، هسه راح ناخذك جوله نعرفك على النباتات ونريد. طبعا كثير من الناس يقول ابو عبد الرحمن يعني بعض الاماكن عندك شويه هوسه. اي يعني هاي توفر النباتات الاستوائيه تحتاج بيئه ما شاء الله. يعني مثلا لازم كثافه، مثل هاي هسه البونسيان الحمراء الملكيه استاذ محمد. نعم استاذ. هاي البونسيان الحمراء الملكيه، هاي هنا جاكرندا، شوفوا الجمال مالها ما شاء الله. واثبتت نجاح، وشوفوا حتى اوراق استاذ محمد. يعني الورقه مالتها لطيفه. شيء لطيف والله. يعني اكو نباتات حتى الاوراق مالتها لطيفه، هاي الجاتروفا ايضا جميله. هنا الورد الجوري، الورد الجوري انا نزلت ملاحظه على الناس اللي هاي طبعا اكو هسه بي عطرك وبي مو عطري، بس هنا الملاحظه هذا بالسندانه. تمام. انا ليش زرعته بالسندانه؟ لان هاي اكو اشجار كبيره هنا، فاريد ازرع ورد جوري بهالمكان بالتحديد. جبت النبات وخليته بالسندانه حتى الجذور تخترق السندانه، وين هسه مكلبه هي بالارض الجوا. اي بعد انا هذا المكان الجديد اللي اخترت اللي هي ببساطه، بينما لا ازرعها مباشره بالارض راح الجذور تتنافس
ويذنه احتمال صعب تنجح هنا. فممكن نستغل الزراعة بالسنة هذه حتى وإن كانت عندك حديقة كبيرة. صحيح هاي الملاحظة. ممتاز. شوف أستاذ محمد، شوف الياسمين الأحمر. الياسمين ما شاء الله. شوف التزهير وهسه شوفك عندي. العطر الجميل. عطر جميل فائق الجمال. الله. طبعا هاي اسمها هاي من النوادر هاي. هاي تتسمى التيكوما الزرقاء. ما شاء الله. والله شوف هاي. هاي هسه نشوف هنا هنا متسلق من اجمل المتسلقات بالعالم، متسلق الويستيريا. ما شاء الله. ونزلت اني صوره لتزهير هذا هم ايضا الويستيريا. عباره عن غابه تايلاند. الله يسلمك. ما شاء الله. الله يسلمك. صلى على محمد وعلى الله يسلمك. شوف استاذ هاي الاكاسيا النودوزه. طبعا هاي طعم ليها الاخ على الطائي وزهرت العام ونشرت التزهير مالتها. طبعا هاي ما شاء الله. شوف هسه هذا ورد الكنة. هذا ورد الكنة بأنواع. شوف هسه هذا النوع المخطط. شوف يعني التنوع. شيء لطيف. هذا شوف هذا النوع سبحان الله. لطيف. هذا النوع الورق تكون مخططة والأزهار تكون مخططة. ما شاء الله. هالشكل هذا. يعني شوف. هذا حتى مزهر. أي. مزهر. أي مزهر وجميل. هذا النوع تكون الأزهار مالته حمراء موجود عندنا هسه شوكة. ما شاء الله. هذا يعني ما ابي ذاك العطر بس هذا. شوف استاذ محمد شوف الهيل. لطيف. هذا الهيل لطيف. شوف استاذ محمد هذا الهيل. هذا الهيل شوف هسه حتى الورقه من تشتمها بها عطر الهيل. يعني هاي اذا تقدر هسه تقطع من هاي هيك منها او هيك. هذا عطر الهيل. صحيح. اي عطر الهيل ما شاء الله. يعني هنا أنا هذا اني شوف هسه هذا الدراغون فروت هنا ان شاء الله انتظر انه يكون هنا ايضا هم يبين. هنا أنا هسه راح نشوف من هاي الجهه. شوف النباتات اللي عندنا هنا أنا. طبعا هاي هذا الورد الجوري. بس هنا شوف استاذ محمد هنا هاي هسه هاي بعد ما انتهت الابصار. هاي ما انتهت مو انتهت تبصيل الابصار التزهير مالتها. جمعناها تنشف فرد مره. هاي وراها راح نطلع الابصار الموجوده بالسنادين هاي حتى نخزنها للخريف. هنا هسه شوف استاذ محمد هسه هنا هاي الانواع الورد. الورد طبعا هذا هاي النوع اسمه السيسبان الاحمر الفلامينغو ان شاء الله بعد الصغيره. هذا النبات هذا اسمه المورافه. قسم يصيح لأكاسيا العسل بس أنا من بحثت عليه للأمانة لقيت المورافة مو من صنف الأكاسيا. طبعا هاي أزهارها بنفسجية تسمى الأكاسيا البنفسجية بس هي بالحقيقة المورافة صنف نباتي بعيد عن الأكاسيا. هنا أحسن. شوف أستاذ هذا التكي الكندي. هذا التكي الكندي أستاذ محمد صار لنا فترة إحنا ناكل من عنده. طبعا بس هسه ما حايشين هذا الرايج من عنده سبحان الله. شوف هو قاعد يعني تكون الثمار مالته يعني كبيره وممتازه. شوف هسه هاي بس هاي واقعه بس ما ناكلها بس شوف هاي هيك تصير هاي الثمره مالته. هذا هنا نباتات. هاي هنا هاي مجموعه اللاجوستريميا ورد القهوه. هسه منها هش راح تبدا التزهير. هذا النبات نفضي يعني بالشتاء لكن هنا هسه منه هيك راح يستمر التزهير اللاجوستريميا طول الصيف. احنا نباتات راح تقل التزهير مالتها ماكو تزهير تبقى هاي التزهير. لذلك احنا شو نركز نقول دائما لازم احنا كناشطين زراعيين نركز على التنوع بحيث انه طول السنه لازم عندك ازهار بالحديقه. الاشجار يعني ما شاء الله. طبعا هذا استاذ محمد هذا الصنف مال عنبر كشمير. ما شاء الله. هذا يسمى عنبر كشمير. هذا الصنف هذا عنبر كشمير ازهار جميله. طبعا هنا أنا هذا الـ هذا هذا الـ هذا الختميه هاي بالفتره الاخيره انتشرت كلش هواي الوان. لذلك هذا النبات حتى يسمونه الزهورات ياكلون يعني العفو الزهورات يصير شلون الشاي في سوريا. لذلك هذا النبات انصح المدارس تزرع لانه ما بي تاثير على الاطفال حتى انه مثلا اذا اكل من عنده او كذا. هذا طبعا التكي هماتي ما شاء الله. هذا التك الكندي. هذا مو التك الكندي هذا ذاك الكندي هذا العادي العراقي. اي هذا العراقي مثل ما تقول. اي هذا هنا التين. هذا التين ايضا موجود هنا. وهنا نشوف هسه فاكهه البباية. اي هاي البباية. شوف استاذ هاي فاكهه الورقه اكو ثمره. هذا تين الحطاب. ما شاء الله. هذا هو الميزه مالته نهايه كل ورقه. نعم.
وهذا شنو؟ هذا يا استاذ هذا يتسمى زهرة الخلود او زهرة الكاغد. طيبة ما شاء الله. انا ما مجتمعتها. اخوان الاعزاء مستمرين بالجولة. استاذ محمد هاي شجرة المورنجة. هاي الشجرة يعني بكل اجزائها الطبية. يعني هاي الشجرة عبارة عن منجم من او كنز غذائي. انا حتى من رحت للعمره شفت احد اليمنيين نشرت الفيديو احد اليمنيين حاط الورق مالته وياكل بمنطقه محبس الجن بمكه فتفاجئت قلت له هاي تعرف قال شلون ما اعرف هاي مورنجا عندنا باليمن تزرع بكل مكان فهذا الشيء الجميل انه اشجار مفيده جدا منها شجره المورنجا شفنا الحمضيات ايضا هسه هنا الحمضيات هاي موجوده مصنع للغذاء ومصنع للجمال وادويه احسنتم هنا عندنا هسه هنا ايش عندنا هنا هاي استاذ محمد هاي شجره الثريا هاي الدومبيا او الثريا ما شاء الله هاي شوفنا الناس تزهير هاي التزهير مالتها من شهر العاشر تستمر الى نهايه الشهر الثاني ما شاء الله يعني تزهيرها جدا جميل هاي ايضا هماتي هنا عالم هذا نسيت الحبق الحبق والريحان والنعناع طبعا عالم يختلف هذا شوف هسه هذا العطر مالته اي وهذا النوع الحبق السوري هذا يصير هيك مالته هذا يعني ال خلينا نقول هذا التزهير يعني الازهار مالته فصيله الريحان لو النعناع هذا يعتبر هذا من فصيله الريحان الريحان فصيله هن اثنينات من العائله الشفويه تمام. العائله الشفويه بيها طبعا للامانه حتى برج خليفه من العائله الشفويه تمام. اللي سيد عبيس يسميه برج خليفه تمام. ايضا من عائله النعناع والريحان هي العائله الشفويه هذا بيها انواع كثير هسه رح اثناء هذا رح تشوفك اللي موجود عندنا هذا نوع واكو الريحان الليموني نوع نعم. واكو انواع مختلفه هسه عندي هنا استاذ هذا شوف هذا اشتم العطر مالته ما شاء الله هاي بها عطر لان هذا الايطالي يكون عطرها مميز هاي وبيها جمال كلش اي جمال وعطرها مميز يتميز طبعا هنا هاي ذكر فاكهه البباية هنا التمييز مالته من خلال خبرتنا بزراعه البباية الساق هذا الحامل شوف هذا يكون لونه جوزي تمام بينما هنا شوف هاي الانثى او النوع الخنثي هذا يكون اخضر شوفه هاي الذكر يكون الازهار راح تكون متدليه هذا زين هاي شنو مطعم عليه لا هاي بس مجرد هنا صار بها تقويه صار بها شلون اشبه بالكسر فسندت الساق ما شاء الله هنا استاذ هنا الورد الجوري الورد الجوري يعني انواع واشكال هذا العطري هذا استاذ ما شاء الله شو هسه العطر العطري الورد الجوري النباتات يعني هاي الارض ارض خير بالعراق ماكو شيء ما يصير هنا طبعا هاي الاجراتم السنيه تكون هاي الاجراتم طبعا هاي بذورها راح نجمعها القزانية هذا النوع هاي المفاجأة قسم الناس ما تدري هذا النوع من المورنجا هذا المورنجا اللي يسمونه مورنجا اللبان العربي هذا مورنجا الشوع هذا يصير صغير هذا موجود بمنطقة سيناء وهاي الجاتروبة هنا خلينا نشوف شبك هاي استاذ محمد هاي البباية حتى هاي الجولة تتوثق إن شاء الله شرفتنا والله اليوم نعم منك نعم نساعدنا بهالجاية الحلوة هاي ويعني فتشي لطيف أستاذ شوف شوف حتى هاي البزازين خلي أكل للطيور سبحان الله تجي تأكل خلي لهم خبز سبحانك يا رب سبحان إيه هنا تجي هاي شوف حيوانات تجي تأكلهم للأجر شوف أستاذ هاي فاكهة شوف هاي الفاكهة شوف يعني احنا من نقول نبات نجح بالعراق نعم. شلون نحكم عليه شوف هسه هاي طالعه نبات واحد تمام. شوف شلون متفرعه شوف تفرعت وبعدين صارت هاي اثنين هاي هنا حمل وشوف هناك صعدت فوق يعني الا اذا نبات يوصل هيك ارتفاع وهيك حمل بكل اجزاء يحمل ثمر هذا ناجح بالعراق لا ما ناجح يعني حالها حال النخله ها؟ والله حالها حال النخلة شجرة صح لو لا؟ مو دائما السؤال يقول لك البباية تنجح بالعراق يابا إذا هيك شلون ما تنجح يعني إذا يم الساد عبد لا يعني غير هم ما ناجحة عندهم بس شوف هذا ساق النبات هذا شوف هسه هاي هذا ساق النبات إذا هيك يصير يعني هذا ما ناجح والله حلو فشي لطيف الساق يعني بيه ثمرة وبيه جمال وبيه فج أحسنتم
استاذ نستمر بالجوله خلينا نشوف. طبعا هنا نشوف هنا اخوان الاعزاء هذا هنا هذا يسمى عصفور الجنه. هاي هذا نبات عصفور الجنه هذا. نعم موجود نبات عصفور الجنه كل الانواع. اي يعني موجود هنا هسه هنا الزيتون. شوف هنا الزيتون سالتنا على الزيتون. هذا الزيتون وهذا الزيتون الصنف اللي ننصح به. هذا الصنف اسمه اربيكينا الاسباني. هذا الصنف عالي الزيت هذا. والله نحاول نكاثره. طبعا هنا هذا النبات. هذا النبات طبعا مع الاسف هذا مظلوم انه بالليل هو يعني جماله يروح بالليل. هذا النبات اسمه الكالندره. ماشي. هذا الكالندره. وهذا هنا عشبه الليمون. هاي عشبه الليمون يمكن شايفها انت. هاي بعطر الليمون. هاي عشبه طبيه همات هنا. طبعا هنا هذا الشاي الازرق هذا. ما شاء الله. هذا الشاي الازرق العطور يعني الله سميناها هنا. الله يسلمك استاذ. العطر الجميل والورد الجميل. الله يحفظك استاذ محمد. والله جوله جميله يعني اسعدتنا بها استاذ. نشرف بك نشرف بك. احنا حتى نستغلها نعرف الناس بالنباتات. هذا النوع. نعم. هذا النوع من الشاي الازرق ان شاء الله نشوفكم اياه مفاجاه. هذا اخذته من الاستاذ مهدي الفتلاوي. هذا الشاي الازرق القطمر. ما شاء الله. وهنا هاي الازهار. طبعا هاي هنا الاشجار المزهره. هاي الشجره اسمها الجاكرندا الصفراء او المكارم. هاي الشجره شوفها ايضا مزهره تسمى الجاكرندا الصفراء. الله يسلمك. طبعا هنا هاي الفاكهه اسمها الحرنكش. هاي فاكهه الحرنكش. طبعا ان شاء الله اوثق لكم طبعا الثمار مالته الثمره مالته. نعم مجموعه هاي من النباتات كلها نعمه كلها النباتات. هاي هنا استاذ محمد هاي مو تسمى ورد القهوه. ليش يسمى ورد القهوه؟ نعم هاي هنا تجاوبنا على ليش تسمى. شوف هاي هذا اللاجوستريمي ورد القهوه التمر حنا فرنجي. هاي تشبه حبات القهوه. شوفوا لهذا تطلق عليها هاي بدايات تزهير ورد القهوه. نعم نعم بيها عطر استاذنا. هاي لو هاي هسه حاليا ما مزهره هي يعني من الزهر ان شاء الله راح تبين. طبعا هنا اخوان الاعزاء مثل ما تشوفون هاي الجوله. طبعا هنا هاي شوف هذا النبات ان شاء الله راح نجمع بذوره. بدينا نجمع بذوره ونوزعها ان شاء الله. اهديك من بذوره هذا ورد الكاغد او زهره الخلود. بس شوف هنا الجمال. هاي استاذ محمد نعم كلش لطيف كلش لطيف وبي الوان كلش لطيف. وان شاء الله ننشر زراعته بالاخص في منتجع بابل ما شاء الله. ان شاء الله في منتجع بابل السنه تجي راح تشوفون هذا النبات ننشر زراعته باذن الله. جميل جدا. هنا استاذ هاي الشتله. اي هذا سامع بالجنكه. نعم الجنكه اللي موجوده بايران. هذا هاي الورقه مالتها تتفور للذكاء. هاي تمام. لتنشيط الدماغ. تمام. ناجحه بالعراق. وهاي هنا نثبت لكم انه ناجحه بالعراق. تمام. هاي الشجره اللي هنا موجوده هاي اسمها الاستونيا شجره المليون زهره. ما شاء الله ايضا ناجحه. ده هاي الجوله هديه ان شاء الله بمناسبه حضور استاذ محمد. نعم إنه والله اجمل هديه. الله يسلمك. طبعا اخوان الاعزاء شوفوا هاي هذا النبات اسمه يتسمى الجهنميه الزرقاء. نعم. او الايطاليه. نعم. هو بالحقيقه مو جهنميه ما له دخل بالجهنميه بس اكو شبه بسيط باوراق الجهنميه وقريب حتى التيكوما. هذا اسمه التونبرغيه. تمام تونبرغيه مع عائله التونبرغيه. هاي الله يسلمك. وهذا طبعا هاي هنا الازهار هي ازهار هذا يسمى البازاليا المتسلقه. ما شاء الله وهنا الله يسلمك استاذ محمد. لطيف هنا شوفوا هنا هذا دائما من اقوى النباتات بس مظلوم بالاعلام. تمام. هذا نوع من الاجاف بس الاجاف هذا النوع جميل. شوف حتى هناك رسومات تصير اشبه بالرسومات على اللي يختلف عن الاجاف العادي بس هو جميل هذا. وهنا هاي النباتات شوف هسه باقي النباتات. هذا النبات اسمه الاودونتيما الناريه. هذا النبات اسمه التولب الافريقي. هذا التولب الافريقي. هذا النبات كثير من عندنا يعرف الجاتروفا بس ما يعرف الجاتروفا المرجانيه. ما شاء الله هذا الجاتروفا المرجانيه. وهنا شوف استاذ هذا يتسمى الطلقات او الشعله. هذا نبات الطلقات او الشعله. عطر الياسمين ما شاء الله المورد. أي. هذا وهذا هنا هذا النبات اسمه الاميرلس. هذا الشيح. ما شاء الله استاذ هذا الشيح هسه انتهى من النباتات العطريه اللي بالحديقه. هذا نبات الشيح. هذا عطره البيبسي. الله اكبر. هذا عطره البيبسي. هذا عطره البيبسي. هذا عطره الشاي. تعرفه شايفه. هذا المريميه.
ما شاء الله. هاي المريمية، شوف هاي المريمية، هاي بيها عطر، هاي بيها عطر المريمية ما شاء الله. هاي هذا هنا اللي يسمونه البخور، هذا البخور، هذا البخور تعرفه ورد. هذا النبات هم مظلوم بالإعلام أستاذ محمد، هذا هذا يتسمى الملكة أو شجرة الثلج، مميز جدا لكنه بصراحة ما لطيف. الله يسلمك. وهنا أنا شوف أستاذ هاي ال... شوف ال... الياسمين الأحمر، شوف أستاذ، شوف أستاذ، أستاذ محمد العطر الجميل. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف أخوان الأعزاء الياسمين الأحمر، أبو عبد الرحمن إحنا بيدنا نخلق الجنة بالدنيا. أي والله. يعني هاي إحنا أنت هاي عايش ما شاء الله، أنت بيدك خلقت الجنة بالدنيا. أحسنتم. وبالآخر إن شاء الله الله يحفظك أستاذ محمد. حبيبك. أستاذ محمد شوف إيه. يعني هاي هسه الورد الجوري حتى بالسنادين. نعم. هذا ورد الجوري صباريات، شوف هنا هاي شوكة المسيح، شوف إيش قد بيها نوع أنواع. عليك عليكم السلام. طبعا هنا هذا برج خليفة تبارك الله. استاذ شوف هسه هاي ابو عبد الرحمن الله يعطيه الصحه والعافيه، طاقه ايجابيه يدي وخلال الزرع الموجود العدل. الله يسلمك. الله يحفظك استاذ، الله يحفظك استاذ. شوف هسه هذا الجهنمي، هذا الجهنمي، شوف هسه هذا القطمر اللي ننصح به دائما، شوف التزهير مالته، وطبعا تنتهي انتهى تزهير راح يرجع تزهير جديد ما شاء الله. هذا طبعا هذا النبات، شوف هاي الكثافه مالته، هذا اذن العفو، هذا يسمونه قطيفه ذيل الثعلب، وهذا طبعا نوع من الجهنم القطمر. وهنا نباتات ايضا مختلفه منها الياسمين الاحمر، شوف الياسمين الاحمر هنا يعني شعله، وهناك خلف الجهنميه، وهاي تتسمى شوارب الملك، نوع من السيس البيني ايضا مميزه. وهنا شوف الجاردينيا بعد ما انتهت فتره التزهير، شوف هسه هاي الجاردينيا، يعني هاي انتهت فتره التزهير الاولى، هسه اجت راح تبدي منها فتره تزهير ثانيه. العطر يجنن. ساد رحت اشوفك فت شغله راح تهم تتفاجئ بيها. شوف هاي، هاي هنا اشتم هاي. ما شاء الله. هاي هاي عطرها يجنن، هاي اليوكاليبتوز الليموني ايضا ناجحه بالعراق. وهنا أنا هذا اللوز الهندي، وهنا المورنجه، وهنا أنا شوف هاي اللي هاي تتسمى الجهنميه الملكه، او هاي شوف شلون كثافه التزهير والجمال مالتها. جميل كلش جميل. احسنتم. محمد هذا اسمه متسلق طربوش الملك. تبارك الله العظيم، شوف تسلق طربوش الملك. وهنا أنا هاي مجموعه من هذا التزهير مالته من شهر العاشر الى الشهر الثالث تقريبا ينتهي التزهير مالته. هنا طبعا هاي السباركس ديال الثعلب، هذا مظلومه، هاي بعدها الثانيه هالنمو. هاي هاي شجره القرطاسيه، هاي القرطاس طبعا، هاي المنجة النوع السكري، هذا هاي السكري بس بعدها صغيره هاي. لطيف عاشتيده. الله يسلمك عاشتيده. هاي الجوافه، هاي الجوافه، شوف هاي الثمر مالتها بدت تعطي الثمار وناجحه، وانصح اي واحد يشوف هذا الفيديو انه يزرع الجوافه. جميل. وهاي ايضا صبار الغلبان جميله ما شاء الله. الله يعمر البيت ويعمر الحديقه، الله يحفظكم جميعا. الله يسلمك. والله بيدنا نصنع الحياه، لأن هي الزراعة هي حياة، هي تعطيك الأمل، تعطيك الطاقة الإيجابية، تعطيك الاستمرار بالحياة. الله. ويا ريت كل الناس تزرع مثل هسه، مو صعبة على أستاذ أبو عبد الرحمن، البيت مسوي عبارة عن مشتل مبسط وصغير. الله يحفظكم أستاذ. الله الله يحفظك. طبعاً أنا أشكرك على الدعوة البسيطة الحلوة هاي اللي خليتنا نسعد بجمال الطبيعة الحلوة. وهالجنه اللطيفه. الله يسلمك. وان شاء الله بناسها واهلها الطيبين امثالكم. الله يسلمك استاذ محمد. استاذ محمد احنا شنو امنيتنا كناشطين زراعيين؟ نعم. وانت ناشط بيئي وناشط زراعي وناشط مدني معروف في بابل. نعم. صراحه احنا نقول هاي الاجواء تساعد على الابداع، يعني هاي الاجواء اذا كانت يعني هاي الحدائق بالكليات والجامعات تساعد من تساعد الطلاب على الابداع وتقديم افضل افضل انتاج لهم. اذا كانت بالدوائر همات راحه نفسيه للمراجع وكذلك الموظفين يبدعون ويشوفون، يعني يطلع باب خلينا نقول باب الدائره، الاشجار، الورود، الازهار. اذا كانت بباب المدارس والرياض الاطفال وكذا هم نفس الحاله، وانت ناشط وشجرت
كثير من المدارس. طبعا كلش مهم هذا. نعم. هذا مهم طبعا، انه بدايه المدارس، مقدمه المدارس، التشجير والزراعه والنظافه، هذه صفات ايجابيه للطالب راح يتحفز على النجاح، على التقدم، على التطور. ويا ريت كل هالناس وهالعراقيين انه يهتمون بموضوع الزراعه. الله يحفظكم. طبعا اخوان الاعزاء، هم للملاحظه، ما دام احنا اليوم توثيق مع ناشط بيئي وناشط زراعه، طبعا اخوان الاعزاء صدقوني الله يشهد علي، انا بالنسبه لي ما انقهر مرات من اطب المدينه واشوف حفر، يعني انقهر من اشوف حفر بالشوارع وكذا، يعني لانه هاي احنا بلد غني مو بلد فقير، بس هاي خطأ دولة. نعم. هاي يكون العيب والهذا على الدولة اللي ما سوت الشارع. طيب. بس انقهر كلش من اروح المكان والقى يعني تكرم النفايات. نعم. واحد بسيارة وانت دائما تسوي فيديوهات على هذا الموضوع. نعم. نعم. فيديوهات توعية. هاي اريد اسمع من عندك شعورك من انت مرات تروح المكان وانت ناشط بيئي وتشجع على نظافة الاماكن. شنو نقول استاذ ابو عبد الرحمن السفير السياحة والزراعة استاذنا الغالي سلام، احنا نقول اذا لقينا خطأ. نعم. ومصلحة الخطأ خطأ. نعم. يعني انا لما القي انه ورق او باكيت دقاير او نفايات، هاي لازم نحاول نساعد برفعها، لان احنا انخلقنا كمحترمين، كناس محبين. نعم. للحياة، وانخلقنا بناس مبعثرين وسط هاي النفايات حشاكل، لازم نحافظ على بيئتنا جميلة ونظيفة، وهاي مدعاة للحياة، للمستقبل، للأمل. ويا ريت عراقنا انه يستمر في الحياة والأمل، والعراق هو جنة الجنة بالدنيا. أحسنت. الله يحفظك. أحسنتم. الله يحفظك. ورحمة الله عندك، إن شاء الله يقتدون بيك كل الناس. أنت تلتقي. لا والله، لا والله، أنا بصراحة مرات أشوف نشاطاتك وأتابعها بصراحة، لتشجير المدارس، للتوعية بالنظافة والحفاظ على البيئة. فإحنا نفتخر كعراقيين إنه يكون بيناتنا أستاذ محمد حران الناشط البيئي والزراعي. ونتشرف اليوم شرفتنا بزيارتك. والله الأصل أنا اللي الشرف إنه طبيت هالبيت العامر وبيت أخوي الكبير الأستاذ أبو عبد الرحمن. الله يحفظكم الله الأستاذ. مشكور أستاذ. طبعاً أخوان الأعزاء هاي الجولة الممتعة مع الناشط الزراعي محمد حران بحديقتنا المنزلية. ندعون الله له التوفيق والسداد. بالختام نستودعكم الله في أمان الله. كان معكم أبو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية. طبعا اخواني الاعزاء، اليوم جاينا استاذ محمد حران حبيبي استاذنا الغالي. السلام عليكم، شلونك استاذ محمد؟ شلونك استاذ؟ انا شفتك فتحت الجنطه. شلونك؟ شلونك حبيبي استاذنا؟ الله يسلمك. الله يحفظك ان شاء الله. نقول لك اهلا وسهلا ببيتك. والنعم منك حجينا الغالي. الله يسلمك. احنا هاي شغلاتنا البسيطه. انا شفت فاتح الجنطه، دائما الجنطه مالتك فيها الخير والبركه. والنعم منك استاذ. هاي شنو شبيها استاذ محمد؟ هاي بطريقنا للهدايا للناس المتميزه والاختصاص. الله مثلا سلام. هاي هديتنا البسيطه للاستاذ ابو عبد الرحمن العزيز. يعني الي هديه؟ لك هديه. شكرا. رحم الله والديك. طبعا اخوان الاعزاء زارني لين جاي من العمره، بس شوفوا الهديه مالته، هديه مقص تقليم. نعم. رحم الله والديك. رحم والديك. مشكور. بس هاي شفيها الجنطه مالتك غير هاي؟ غير هديتنا. الكرك استفاد منه مرات، نزرع زرعه. نعم. وذني ادوات التنظيف. هذا يعني انت دائما بالسياره مخليه عندنا. هذا شنو المي؟ هذا مرات نسقي به الزرعه بطريقنا، هم تسقي. نعم. هالزرع هذا المبارك، نعمه فضيله. احسنتم. وهذا شنو بعد؟ اريد اشوف كل الموجود شنو. وهاي عندي قلت لك ذني ماسحات نستخدم. هاي ماسحات يعني تستخدمها؟ اي بستخدم التنظيف. وهاي شنو هاي؟ هاي هنا ملابس؟ لا هاي هدايا. هدايا شفقات. هاي شفقات. الله يسلمك، عاشت ايدك. وهاي عندنا علاليق نايلون ايضا نستفاد منها بالتنظيف. وهاي الهديه مالتنا اخوان الاعزاء، الهديه جايب لي مقص تقليم، ومقص تقليم مال نباتات كبيره. نتشرف فيك استاذ محمد. نتشرف فيك استاذ محمد. استاذ محمد الله يسلمك. مشكور استاذ محمد. هاي حلويات لبنان. الله يسلمك. مشكور استاذ محمد. الله يحفظك. هاي شجرة اللوز الهندي، ما شاء الله. من أقوى النباتات اللي ناجحة زراعتها بالمنطقة العربية بصورة عامة. وشوف هاي طبعا راح تبدي تعقي الثمار، هاي تزهيرها كلش كثيف، وإن شاء الله ثمارها نشوفكم إياها. ما شاء الله. هاي منها طبعا هذا الصنف المورينجا أوليفيرا. شوف هذا الأزهار، وشوف هنا بدأت تعقي الثمار أستاذ محمد. ما شاء الله الغالي. شوف ما شاء الله. طبعا تاريخ التصوير اليوم إيش قد؟ اليوم 12/5. ما شاء الله. أخوان الأعزاء شوف هنا هذا الجهنم القطمر.
هذا الجهنم القطمر بالوان موجود ان شاء الله. ما شاء الله استاذ محمد، شوف هذا هسه اليوم احنا 12/5، شوف التزهير مال الكفريم هذا الصنف يختلف عن الصنف الموجود بالشوارع، لذلك هذا انطيت اقلامه المشتل جاردينيا الجبال ومشتل سيد عبيس حتى يكاثرونه، لان هذا النوع شجر اخواني الاعزاء يختلف عن كف مريم المشهور اللي حتى شفته بالمملكة العربية السعودية، ما شفت بالسعودية من هذا الصنف طبعا. ما شاء الله ان شاء الله. طبعا اخوان الاعزاء هنا الليمون، هاي اصناف من الجهنميه، طبعا السياج بعد تعرفون ما مكمل الحمد لله والشكر. طبعا هذا هنا ثمار الحمضيات، هذا الصنف، هذا الصنف من اللاجوستريميا ورد القهوه، هذا الصنف القطمر الفول قطمر. الله يسلمك. وهنا أنا طبعا هذا الجهنمي، هذا الجهنمي القطمر يعني اللي يتميز استاذ محمد انه هاي تذبل وما توقع الازهار. هنا العنب، هذا العنب الشده العادي، وهنا هاي الشجره اسمها اذن القرد، هاي شجره يعني قليل ما منتشره، وطبعا هاي الشجره من النوادر، هاي النودوزه الاكاسيا النودوزه هاي. الله يسلمك. وهاي الروبينيا، هاي الروبينيا موجوده بكثره بشمال العراق. وهاي طبعا الاكاسيا المصريه سورنتس. يعني الاستاذ عبد الرحمن جامع شكل الاشجار هاي المثمره والجميله بحديقتك. الله يسلمك. عباره عن مشتل مبسط ما شاء الله. الله يسلمك. استاذ محمد شنو احنا دائما من ننشر للامانه؟ نعم. من ننشر من ننشر نظري وما نشوف الناس النبات. نعم. راح يقول ابو عبد الرحمن او فلان من الناس قاعد يحكي شيء بالخيال. صح. ما موجود باجوانه. كثير من اصحاب الناس يعني الزراعيين مع الاسف يجيب نباتات ما مجرب زراعته، يصورها انه يعرض المستورده، لكن بالحقيقه هو صار يعني مو واقع اكثر من لازم، احنا نجربها ونشوف نجاحها وبعدين ننشر تجربه نجاحها بالعراق حتى تستفاد منها الناس. ما شاء الله النعمه هاي الفضيله. الله يسلمك استاذ محمد.